مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بيكم في حلقه جديده ويوم جديد من حلقات برنامج تواصل. حلقه النهارده نتواصل معاكم في اول يوم دراسه او اول يوم مدرسه. الطبيعي والمنطقي جدا عند الكثير من الاباء والامهات في ظل الازمه الحاليه هو الخوف والقلق في بعض الاحيان من انه الابن او الطفل يروح المدرسه. ده غير اصلا انه اي اب واي ام في بدايه اليوم الدراسي حتى لو في الايام العاديه بيبقى جواه شعور كده، فكره انه سايب ابنه في المدرسه، وخاصه لو اول يوم دراسه، بيبقى بيشعر وكأن قطعه من قلبه موجوده داخل المدرسه، فبيبقى عنده نوع من القلق شويه على الطفل او على الطفله. طبعا مع تزايد مشكله كورونا او كوفيد 19 بدا الخوف يزداد. ده موضوع اللي هنتكلم فيه النهارده. اول يوم استقبلناه ازاي؟ عملنا ايه؟ كان شعور الاباء والامهات ايه؟ وزي ما احنا عودناكم ان احنا بنتواصل معاكم من خلال هذه المنصه، عشان كده اتكلم النهارده معاكم في اول يوم دراسه. دكتوره برحب بيكي. اهلا بيك يا دكتور خالد، واهلا بكل مشاهدي تواصل في كل مكان وقناه الصحه والجمال. النهارده يوم جديد وحلقه جديده من تواصل، ويوم كمان متميز جدا لانه اول يوم مدرسه. بما اننا في اول يوم مدرسه فاحنا يعني لازم نكون عارفين الدنيا حصل فيها ايه. الولاد راحت كلها المدرسه ولا في جزء منهم راح وفي جزء لسه ما راحش؟ وطبعا في اولياء امور لسه عندها تخوف من ذهاب اولادهم للمدرسه وكده يعني. طيب احنا دلوقتي هل هنقدر نواكب ونجاري الأزمة الحالية في ان احنا نوصل بولادنا لبر الأمان في ذهابهم من المدرسة او مروحهم من المدرسة الأيام دي ولا لا؟ ده اللي هتكلمنا عنه باستفاضة النهاردة الأستاذة داليا الحزاوي، مؤسسة جروب ائتلاف أولياء مصر. أهلا بيكي أستاذة داليا. أهلا بحضرتك. منورانا. طيب بما اننا النهارده بقى اول يوم مدرسه، عايزين نسال حضرتك النهارده ايه اللي حصل النهارده في اول يوم مدرسه؟ هو عاده يعني ان اول يوم مدرسه طبعا بيختلف عن يعني في كل سنه عن الثانيه. السنه دي اختلف تماما كليا وجزئيا. كليا يعني تبينت بقى الاراء يعني حتى كمان. في ناس قالت احنا مطمنين في المدارس الخاصة والدولية عادة يعني بيبقوا مطمنين ان هم هياخدوا احترازية كواليتي اعلى في الجودة بقى بتاعت الاجراءات في صرف باين اجراءات الاحترازية، فقالوا احنا هنودي. تمام. في ناس تانية تخوفت، خصوصا ان هم بدأوا كمان بقالهم حوالي شهر تقريبا. بالظبط. وفي ناس تانية خصوصا حكومة يعني قالوا لا احنا خايفين هنفوت اول اسبوع وهنتابع اللي بيحصل. تمام. في ناس بقى تالتة قالوا لا 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 احنا مش هنروح خالص وخلينا في القنوات التعليمية وكده. فاحنا يعني حتى الاستقبال البهجة نفسها بقت فيها حاجة مكسورة كده يعني. خصوصا كمان مع أول يوم دراسة بالنسبة لو الطفل لسه صغير وأول يوم مدرسة اللي هو مرحلة اللي هو الكيجي والبري سكول أو ما قبل يعني المدرسة، حتى كمان رايحين بمعدات معاهم يعني كمامة وكحول في حرب كيماوية حصلت، اوعى تعمل كذا واوعى تسلم على صعبك واوعى اوعى. فتحس ان هو رايح في ستريس على الطفل، حاسس ان هو لا عنده مهمة كمان لازم ينفذها ان هو يحافظ على نفسه. فدي كمان يعني كسرت الفرحه فعلا بتاعت الطلاب، قللت كمان من فكره دايما كنا احنا صغيرين يوم المدرسه ده بنستعد باللبس والحاجات ومحطوطه قاعد تبص لها كل شويه، لا وكل شويه اصحى الصبح معلقينها على الشماعه كده تبقى لذيذه. حتى المكاتب نفسها انا حاساها ما بقتش زي الاول في الزحمه وكده، تحس الناس برده ما مش زي الاول حتى في المستلزمات اللي بيشتروها يعني. طيب احنا كده دلوقتي بما اننا يعني خلاص على اعتاب ان احنا ممكن ان احنا نكمل الدراسه في الفصول لغايه حين اشعار اخر، طبعا يعني لا قدر الله لو حصل موجه ثانيه من كورونا او ايا كان، تفتكر حضرتك دور الوزاره ايه اللي قدمته في اليومين اللي فاتوا دول علشان نقدر ان احنا نبتدي عام دراسي بدون مشاكل؟ هو اولا انا بتوجه بالشكر للوزاره، النهارده فرحوني يعني بقرارين حلوين جدا. عملوا رقم واتساب ممكن يتلقوا الشكاوي والاستفسارات لاولياء الامور. الرقم ده مفعل ولا لسه؟ ده المفروض كده، هو ده يعني المفروض كان امبارح.
المفروض تم في تفعيله يعني. تمام. طبعا انا طلع على الشاشه اكيد هيبقى رقم. انا اتمنى بقى ان هو يتفعل ويبقى في متابعه كمان يعني، ما يبقاش بقى رقم يبقى في ردود يبعته ومحدش يرد عليه، لا يبقى في يبقى في يعني متابعه بقى للرسائل يبقى فعلا فعال. وعملوا حاجه ثانيه، عملوا موقع اسمه التعليم المصري، هيتم فيه بقى اللي هو كل الامور بتاعه العمليه التعليميه اللي يحتاج استفسار بيها سواء طالب او ولي امر او معلم، برده هينزلوها. فدي طبعا تعتبر حاجتين كان ولي الامر زمان كان بيطالب بيها، ان يبقى في مصدر معلومه موثوق منه ومصدر برده اشتكي لمين يعني. كان قبل كده يقول لك الموقع ده بقى طريقه سهله كمان، فكره ان انا ابعت رساله على الواتساب دي طريقه سهله حلوه قوي طبعا لذيذه وكل الناس واسهل اسهل في الردود. الموقع ده معمول علشان خاطر تلقي الشكاوى والاسئله فقط، ولا هيبقى فيه عليه منصه الاطلاق لحاجه تعليميه برده يعني كمان؟ هم عملوا اثنين، عملوا زي كول سنتر ده حاجه وعملوا حاجه تانية منصه اسمها التعليم المصري. ده من خلالها هينزلوا المعلومات المناسبه يعني للعمليه التعليميه اللي هتفيد ولي الامر او الطالب او المعلم. فانا كده ضمنت اعرف اول باول ايه هي المعلومات اللي جديدة. انا احتاجها والاستفسارات والشكاوي يترد عليها، فدي حاجه جيده جدا انا بشكرهم عليها قوي النهارده. كويس جدا. طيب احنا الفتره اللي فاتت في بعض المشاكل اللي يعني تعرضنا لها، او بمعنى اصح يعني كانت يعني حاجه مشكله وجعت قلوبنا كلنا، يمكن الباص وحادثه باص التجمع بتاع باص المدرسه اتوبيس المدرسه اللي اسفر عنه وفاه الطالب مصطفى حازم. وطبعا احنا يعني بنتوجه بالعزاء لاسرته وربنا يصبر قلوبهم يا رب. عايزه اعرف من حضرتك ازاي ان انا اقدر احافظ على ابني او بنتي بخصوص الباص بتاع المدرسه بالذات يعني الباص. انا يعني ما هو في ناس بتبقى مضطره يا خالد ان هي لازم تبقى هتركب عيالها الباص ملهاش اسم تاني، ما في مشكله. هو الباص عند ناس كتير لا بديل، لو الام والاب مش قادرين يوصلوا لا بديل، خصوصا ان هو يعتبر امن حاجه لو اتفقت مع اي وسيله تانية ما يبقاش فيها الالتزام والامان زي باص المدرسه. لكن للاسف باص المدرسه في عنده مشاكل واتمنى ان تتحل. يعني عندهم مشاكل من ناحيه الكباص الباص نفسه الاتوبيس نفسه، وفي مشاكل بالنسبه للسواقين ومشاكل بالنسبه للاشراف اللي هي المشرفه. لو احنا قسمنا دي هي الثلاث مشاكل. لو احنا الباص بقى كمشكله ان هو لازم الباص يعني يبقى فيه صيانه دوريه ليه، ما ينفعش انا اطلعه ما كنتش يعني شايف عامله له اجراءات سلامه وامان. لازم الباصات نحاول بقى نجدد في الباصات شويه يعني نشتري جديد ويبقى فيها احزمه امان، لان الحزام الامان ممكن يعني يحفظ حياه طالب يعني لو هو يتصدم مثلا بازاز او يتصدم في كرسي اللي قدامه مش هيتحرك. لا ده هي بالظبط ده هيحد كتير قوي من الحاجات. ده بجانب ايه الباص. بجانب بقى السواقين مش اي حد اشغله سواق في مدرسه، طبعا لازم اختبارات بالظبط يعني لازم يبقى خبره عنده سلوكيات منضبطه ولازم السلوكيات اهم من الخبره في بعض الاحيان. لان هو بيتساب مع ولادنا واحنا مش موجودين ومفيش رقابه يوديهم ويجيبهم بالظبط ولاد وبنات. وبعد كده لازم يعني الاجراءات اللي مثلا يقدم ان هو يعمل له تحليل مخدرات اوكي طبعاً. لا أكيد. بصفه مستمره بقى مش اول التدريب مش مره وخلاص، لان هو بصفه مستمره وعشوائي وكده، لانه برضو احنا عاوزين نضمن سلامه ولادنا. نتمنى كمان ان هو يبقى فيه تشديد على استخراج الرخص، يعني استخراج الرخص مش اي حد توصل له الرخصه في ايده دي احنا خصوصا لو رخصه مهنيه بالظبط، انهم مسؤول عن ارواح ناس مش روحه بس بالظبط. فاحنا الجانب بقى الاشرافي ان في ناس بيشتكوا ان هم ما عندهمش مشرفه والباص يعني الاطفال بتركب الباص من غير اشراف، مش على قدر كبير من الكفاءه في التعامل مع الاطفال او مع المشكله اللي ممكن تحصل. اساسا المشرفه بالزبط. لازم تبقى ليها دورات تدريبيه في حاله الطوارئ تقدري تعملي ايه. أيوة، تبقى متدربة يعني بيتدربوا ان هو لو حصل لا قدر الله اي مشكله انت تقدري تسعفي ازاي الطالب بالزبط. تقدري تستخرجيه من مثلا لا قدر الله من حادثه او كده كان كمان احنا من سنتين شفنا ان كان في طالب بيعدي من قدام الباص والباص ما اتحرك فجاه وده اصطدم فيه. ليه؟ عشان الجانب الاشرافي كان المفروض تتابع ان هي نزلت الولد وعديته، خصوصا ان احجامهم صغيره جدا مش متشافين لان حتى كمان انها فيها عيال مثلا طلعوا ايديهم بره راسهم بره كتير وانا ماشي سايق كده بلاقيهم المشرفه هتوجههم يا جماعه. لا اتمنى كمان جوه المدرسه يبقى في توعيه
للاولاد كده، يعملوا لهم ندوه ازاي ان هم يبقوا يحافظوا على سلامتهم جوه الباص، ازاي ان هم ما يهرجوش، ازاي ان هم يعني يحاولوا ان هو ايه السلوكيات اللي يعملوها في الباص. انا برضو في الباص مش هيعملوا دوشه وهرج وبتاع ويرموا الشنط والناس وبتحصل مشاكل كتيره جدا يعني، وخصوصا كمان في السن الكبير. المفروض الخناقات اللي بتاعه فتره اعدادي دي بتبقى في خناقات في يعني في الباص بتبقى عامله مشكله كبيره. هم كمان يهدوا يعني، دي التوعيه. والمدرسه كمان يعني ما تثقلش على كهل السائق باكتر من جوله. يعني انا شايفه برضو ده انسان، لما انا كل شويه اقول له انت عندك ثلاث دورات يلا روح ودي وجيب، راح ودي وجيب، مش هيبقى هو بنفس الكفاءة ولا هو ولا عنده ستريس ان هو يوصل في الميعاد المحدد الا ياخد جزا، فتلاقيه برضو هيبقى بيسوق. كويسه بقى النقطه دي مهمه جدا بسرعه، ان انا هديك حاجه تعملها لازم اراعي طبعا عنصر الوقت وعنصر الطاقه وعنصر كمان الراتب كمان وعنصر زحمه الطرق نفسها كمان اللي احنا غصب عننا. وفي حاجه لذيذه بشوفها في باص بلاقيه مكتوب لو حصل لك اي مشكله من سواق الاتوبيس ده اتصل بالرقم ده. انا نسيت تعمم، لان انا ساعات كتير بلاقي باص مسرع جدا او مش ملتزم بالقواعد المروريه، فانا كواحده ايجابيه وخايفه على يعني على واحده ايجابيه دي دي مهمه ان انا ممكن ابقى شايفه الرقم وما اتكلمش. بالظبط، واحده ايجابيه انقذ الموقف واكلم ولو حصلت مره هيبقى في رد، هيسجله وهيشوفوا الشكوى دي متكرره من السائق ده، يبقى مع السلامه انت لا تصلح، انت مش مؤتمن. بالظبط، اتمنى الموضوع ده يبقى موجود، اتمنى الناس تبقى عندها الجانب الايجابي. بالظبط، حزب الكنبه اللي لا 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 الناس كلها متبنيه ده فكره ابني مش موجود فمش مشكله. لا 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 طبعا لازم كلنا ايجابيين ونحس ان احنا يعني على ابسط حاجه نعملها نتصل ونوجه المدرسه عندك سواق متجاوز. هي بتاخذ بقى القرار بتاعها، يا اما لفت النظر ممكن اكتر من مره مع السلامه، هو ده المفروض يتم يعني. طيب احنا يعني حضرتك طبعا بما انك مؤسسه جروب ائتلاف اولياء امور مصر، انت اطلقتي مبادره اسمها فرح طلاب المدارس الحكوميه. ممكن قبل ما نتكلم عن المبادره دي يا دكتور خلينا نعرف الجروب ده بيتناول ايه، بحيث انه لو الناس ما تعرفوش تبقى عارف شو التفاصيل عنه، يبحث عنه، يدخلوه ازاي. انا هو طبعا جروب على الفيسبوك، انا لما انشاته انا حبيت ان هو يبقى متكامل، يعني هتابع اوكي التعليم اول باول القرارات اللي بتنزل من مصادر موثوقه، عشان مش اي مصادر، لان في مصادر بتعمل بلبله واشاعات انا بتجنبها خالص. انا بروح بالظبط بروح الحتت الموثوقه وبحاول نعمل فيها جانب توعوي، يعني احاول ان انا شفت فيها في الايام دي حاجات كتير قوي بتطلع، يعني الالعاب الالكترونيه مثلا دي هنتطرق لها. عملت جانب توعوي تحرش بالاطفال، عملت جانب توعوي ازاي ان احنا حتى وجبه الافطار هتبقى مكوناتها ايه ولازم يهتموا بيها، سلوكيات الاطفال ازاي يعدلوها، فده جانب. وغير كده انا حاولت ان انا ابقى في بقى حته متميزه، ان انا مش هقعد اشجب وخلاص، انا بحاول اشوف حلول، الجانب الايجابي والجانب السلبي. اهم حاجه انا مش هقعد اندد واشجب، لا انا هحاول جانب حل المشكله، ما سيبهاش لغايه ما خلاص تتفاقم يعني. لا كتير احنا في مره كنا بنتكلم بعض، دايما بنتكلم عن مشكلات بتبقى ناس تطلق مبادره تحت اي مسمى كده، نعم في وتلاقيه والمبادره نفسها اصلا مالهاش يعني علاقه بالواقع في الشارع ولا لا. وغير كده هو المبادره لازم تبقى جايه لها حلول، لكن انت هتعملي مبادره مجرد اسم يتم اطلاقه كده، خلاص هو ايه غرضه اساسا؟ اسم مبادرات. انا يعني عملت مبادره من اي حق مواطن انه يعمل مبادره كل مواطن. بالظبط كده. طيب نرجع تاني مرجعنا بقى لفرح طلاب المدارس الحكوميه، قول لنا المبادره دي كانت عباره عن ايه ووصلنا فيها لغايه فين؟ هو انا طبعا شايفه ان المجتمع المدني لازم يبقى ليه دور في المجتمع ودور فعال، تمام، خصوصا في الازمات. يعني انا شايفه ان في ازمات بتمر على علينا، الحكومه لوحدها مش هتقدر تعمل حاجه، لازم المجتمع المدني يتكاتف. اكيد طبعا مش لوحدنا المجتمع المدني. انا بقى يعني اطلقت المبادره دي سواء بقى على المستوى المحدود كافراد احنا او المؤسسات الكبيره انها تدعمها. يعني انا فرح طلاب المدارس الحكوميه انا بناشد ان اي حد يتوجه لاقرب مدرسه ليه،
يشوف الطلاب المتعثرين، بيبقى اكيد في قائمه بيهم في الاخصائيه الاجتماعيه بالظبط، او انهم لما في دفع المصروفات بيدفعوا متاخر لو وكده. حد يتيم، حد اسرته متعثره في دفع المصاريف، الحاجات دي كلها الحمد لله الوزاره تكفلت بيها وعملت بيها. اه كانت كويسه جدا فعلا الحمد لله، عملت اعفاءات وعملت حاجات كويسه. انا بتكلم بقى على الايه، الناس المتعثرين شويه خصوصا ممكن يكون عندهم اكتر من طالب في التعليم، خصوصا ان المبادره دي انا اطلقتها كمان لما لقيت الزياده في المصاريف المدارس الحكوميه، يعني المدارس الحكوميه زادت قوي بالظبط. ولو واحد عنده موضوع التابلت تقريبا هو هي زادت وطبعا مع الزياده دي ومع الحاله الاقتصاديه ان في ظل الكورونا في ناس فقدوا عملهم وفي اعمال اتخففت والاقتصاد العالمي كله اتاثر بازمه كورونا عالميا، وفي قطاعات وقفت وفي اخذ نص الراتب. فانا قلت توجهوا لاقرب مدرسه، شوفوا ادفعوا طالب او اتنين، ولو عاوزين شنطه ليهم اوكي يعني. وحاولوا حاول يعني المبادره ان انتوا تشجعوا بعض، يعني انا قلت لصحابي دي تقول لصاحبتها، ده لو كل واحد تقريبا عمل يعني دفع لطالب واحد هتبقى حاجه كويسه جدا. ومثل المبادره ان هي ما فيهاش اي نوع من انواع الاحراج، يعني زمان كان بيبقى بيطلعوا مثلا ده كده كده وتلاقي انت مش دافع المصاريف، خلاص مين دفع لك؟ لا احنا عاوزين بطريقه شيك وبطريقه ما فيهاش اي والطالب احراج نفسه ما يعرفش، وحتى كمان اهله ما يعرفش. المصروفات اتدفعت من غير ما يعرف مين دفعها، ومن غير ما حد يكلمه ولا حد يقول له ولا حد يعرفه مين دفع لك. لا وكمان ما فيهاش بقى نوع من انواع التباهي، يعني انا ما بحبش مثلا يكون جهه معينه جايبه شنط وحاطه اللوجوهات بتاعتها وحاطه الاستيكرات بتاعتها واللوجوهات. انا ما بحبش كده، انا بحس ان انت كده ده يعني انت كده ده مش هدف، ده مش وجه الله، ده اللي بنسميه مش وجه الله، وهتحرجيه برده. ما انت كده برده ده وسيله احراج، لا انا عاوزاه ان هو ما يتحرجش خالص. ما هو انا ما وزعش الشنطه ويبقى قدامي الطالب واتصور معاه، تلاقي حد جايب واقعد اتصور معاه، تلاقي حد جايب شنطه فيها زيت وكده السكر ومش عارف ايه وبتاع، ولازم الصوره وحطت اللوجو وبتاع. فبص لا احنا عاوزين خصوصا دولت اطفال صغيرين، دول اطفال يعني ما بيبقاش فعلا مرهفين الحس، تاثير نفسي صح في الطفل على المدى القريب وعلى المدى البعيد، هم مرهفين الحس رهيب. كمان فانا هعمل لهم المبادره دي عشان امنحهم من اي كده، خصوصا كمان ان في ناس احنا بنسميهم اصلا يعني ما بنهمش مرتبات اساسا، اللي احنا بنسميهم على باب الله. بالظبط يعني دول اصلا لا في بقى لا مرتبات ولا جهات ولا خاصه ولا حكوميه، بيتميزوا بالتكاثر الكتير، فتلاقي عندهم بدل الطفل واحد واثنين وثلاثة بالظبط كده، من ثلاثة لأربعة لخمسة. فاحنا بنحاول نساعدهم في استكمال العملية التعليمية. احنا عارفين طبعا العملية التعليمية مرهقة جدا لأي بيت، فاحنا بنسد له الجانب ده، الجانب اللي هو يخلي الطفل يروح مدرسة. انا هنا هضيف بس نقطة، انه زيادة او ازدياد الناس المتعلمة في المجتمع لما احنا نساعدهم، ده بينمي من المجتمع بشكل كبير، فبالتالي هيطفي مش بس عليا انا كشخص، لا ده على المجتمع كله، وهيعود عليا وعلى غيري وعلى غيري. اصعب وصعب ان هي بتاثر المجتمع كله، هتلاقي ان احنا دخلنا بقى في مثلث الرعب، الجهل والفقر والمرض، والجهل يولد ارهاب، اي افكار هتجيله وتحطها وأي في دماغه كان هيتبرمج عليها. ليه؟ لان انت لا ده مفيش عقل، اي حد يقدر يستغله بالزبط. اي حد يقدر يخليه يعني العائد ليها لينا احنا، انا شفتها كده، انا شفتها انه عائد ليا انا كشخص، عايد للدكتور، عايد لكل اي حد بيساهم في مبادرات زي مبادره التعليم. انا شايف ان التعليم والصحه صح من افضل واقوى الحاجات اللي انت ممكن تعمل فيها. مستقبل ده كمان التعليم مستقبل. انا بحس انه اهم من الصحه بعض الاحيان. انا لو متعلمة عندي وعي هيبقى عندي صحه اكيد. هي مستقبل مصر والركيزه الاساسيه لنهضه اي شعب العلم. واي تقدم لاي شعب هو العلم، فانا الجانب ده فعلا محتاج فعلا جهات كتير تدعمه. أكيد. يعني لو حتى لو الجمعيات اللي هي الاهليه اللي هي تقدر بقى توصل للكره والنجوع والناس، يعني احنا مثلا طبعا الناس التانيه دول صعب ان احنا نوصل لهم، اللي هم اللي على قد يعني الاماكن النائيه والبعيده والنجوع والحاجات دي، هم عندهم طبعا اكسس اكتر انهم يوصلوا لها، فده برضو يا ريتهم يدعمونا. مدى التفاعل بقى اللي لقيتيه لما اطلقت المبادره دي؟ هو انا على المستوى الشخصي يعني اصحابي الحمد لله يعني اتبسطوا من المبادره وشجعوها وقالوا اصحابهم، بس انا اعيب على الاعلام المرئي بصراحه.
يعني انتوا ما شاء الله عليكم يعني مش قوي مش لعيب قوي احنا ما يعني بنحاول نبقى ايجابيين اهو. لا انا الاعلام المرئي المفروض يعني مبادره زي دي مش ضروري انا اطلع اشرحها، هو يقول انا سمعت مبادره ويقولها عشان الناس تبتدي عادة. بعض الاحيان الاعلام بيكون معذور انه ما يعرفش يسمعها. الاعلام المرئي مقصر في في عرض المبادرات في قطاع التعليم ده، وخصوصا المبادرات اللي ليها اصلا اثر وليها حلول او يبقى عندها اصلا حلول على ارض الواقع. لكن انا بالنسبه للنشر اللي اتنشر لي في حتت كتير جدا ما شاء الله يعني لا وان شاء الله باذن الله الاعلام المرئي برضو كمان مش هنغفل دوره، وهيبقى يعني واحده واحده كده وهتتعرف ان شاء الله باذن الله. ويعني ونتمنى ان كل الناس تبقى عندها الحس التكافل الاجتماعي علشان نبقى يعني نطلع جيل على الاقل خالص متعلم وعنده صحه، ولو الاثنين دول توفروا هيبقى الفقر اعتقد ان هو كمان أقل. هيمشي. ناخد صوت تليفون استاذ يسري. اهلا بيك. السلام عليكم يا استاذنا. وعليكم السلام، اهلا بيك اتفضل. انا والله بشكر ضيوفك الكريم وحضرتك. شكرا ليك. انا ارجو ان حضرتك يعني تنبهوا اولياء الامور ان الطفل ينام مبكرا عشان يصحى مبكرا، وان هو يعني في بعض الاسر ما بيهتمش بان اولادهم يفطروا قبل ما يطلعوا من بيت الصبح، وده بيسبب عدم اضطراب في الذاكره للطفل. وارجو ان احنا يعني ننتبه باولادنا، لان اولادنا الحاليين هم اجيال المستقبل اكيد، هم الذين سيحملون الرايه بعدنا. فانا ارجو ان في ظل ظروف كورونا ان احنا دلوقتي بناخد يومين للاطفال في المدارس، اليومين دولت ان الولد ما يجيش ممكن ينتقل من اليومين دولت الى البطاله خالص. حضرتك بتشتغل في سيرك التدريس يا استاذ يسري؟ لا والله انا من العوام، معايا شهاده نحو اميه. تمام. لا بس رايك يحترم، هو طبعا ما شاء الله يعني عملت. حضرتك عندك اولاد في المدرسه؟ انا معايا عبد الرحمن وعائشه. عبد الرحمن في سنه خمسه وعائشه داخله اول يوم ليها النهارده سنه ثانيه. اوصف لي شعورك كده باستقبال اليوم الدراسي بعد ازمه كورونا. والله هو كان يوم كويس، انا يعني وديت عائشه الصبح ولما جت انا سالتها الظهر المدرسه عامله ايه، قالت لي ان المدرسين استقبلوني استقبال محترم وكان في يعني نظام كويس في المدرسه. ارجو النظام ده ما يكونش نظام عشوائي وانما يكون نظام دائم على طول. تقصد ما يكونش اول يوم وخلاص يعني؟ لا لا ما يكونش اول يوم، ده خطا. لان احنا اللي عاوز يطلع للدور ال100 والدور ال1000 بيبدا بخطوه بسلمه واحده. اكيد طبعا. واحده. وانا ارجو ان احنا نهتم باولادنا، لان والله اولاد مصر هم قاده المستقبل. اكيد طبعا. وشكرا ليكم. وبالنسبه انا بشكرك شكرا جزيلا على كلام صح وجمال، وشكرا ليك. شكرا ليك يا يسري، وتوجه لك بالشكر وتوجه طبعا لكل المدرسين وكل من يشارك في الاهتمام بالاطفال سواء صغار او كبار، يعني بقدم لهم كل التحيه وكل التقدير. يعني فاكره حضرتك زمان كان في الكراسات اللي كنا بنستلمها كان عليها شويه ارشادات كده، واحد اثنين ثلاثه اربعه، كانوا تقريبا حوالي 10 ارشادات ورا، والاستيقاظ مبكرا والفطور والكلام ده كله. جميله جدا. أكيد. يعني في حاجات فعلا احنا افتقدناها يعني بالنسبه للكراسه دي كانت يوسف بيتكلم على فكره نصايح جميله جدا على فكره الفطار الصبح. الفطار الصبح دي نقطه على فكره انا عملتها يعني انا بالظبط ما انا عشان كده بسالها انا يعني. انا بقول لحضرتك انا عامله الجروب يعني اخد اكتر من زاويه، مش مركزه بقى ان هو يبقى تعليم صرف، لان انا حاسه ان هو التعليم طبعا هو اساس بس انا بقى ممكن اوعي برضو الام لحاجات تساعد في التعليم. أكيد. يعني انا لما يعني وجبه الفطار دي وجبه اساسيه جدا، زود معدلات التركيز، التركيز هيعلى، الذاكره كمان هيبقى عنده حيويه ونشاط. معظم الاطفال عندهم انيميا دلوقتي ده بسوء بقى اختيارات النوعيات الاكل، لانهم بيتجهوا كمان للاغذيه المصنعه بزياده يعني انا لما كتبت بوست كده قلت لهم ها ناويين بقى بنفطر ايه وبتاع، لقيت بقى لانشون وبستير والحاجات المصنعه كلها لا بالظبط، هي ممكن فور فان يعني حب يعني مره بتاع، لكن في حاجه لكن اساسيه في الوجبة. لكن الاساسيه نرجع بقى للفيتامينات، الخضار والفاكهه والالبان، ونختار النوعيات والساندوتش اللي من البيت اللي هو يعني في بقى الحاجات اللي هي زي ويفطر قبل ما ينزل والبيض يعني انا اكتشفت الفطار ممكن قبل ما ينزل تعمليه وجبه الفطار بتاعته ياكلها، بعد كده ياخد اي حاجه بسيطه كده ظريف يعني. اما بيصحوا يا استاذه داليا يعني مش عايزه اقول لك ان هم يعني حتف على الشارع بره. استاذ يسري لفت نظرنا حاجه مهمه، يناموا بدري
هيصحوا بدري. ولا خصوصا ان الايام دي هم حاسين ان ايه ده دراسه هم مش حاسين ان هم رجعوا مش حاسين ان هم رجعوا. السنه اللي فاتت نصها طارت بالظبط. ايه ده والسنه دي محدش لا ومش قوي كل الايام فهم حاسين ان هو يعني ان هم لسه في اجازه. صعب. طيب بما اننا بقى يعني بقينا شويه في نصائح كتير كده احنا عايزين بقى نخش على الجانب الترفيهي بالنسبه للطفل. طبعا ده يعني دوره لا يقل اهميه عن الجانب التربوي او الجانب التعليمي. حضرتك برضو أطلقتي مبادرة الألعاب الإلكترونية إيجابية. أول مرة أشوف أن الألعاب الإلكترونية إيجابية. دايما بنقول عليها أن هي الألعاب الإلكترونية دي حاجة سلبية تماما. إزاي؟ فاهميني. أنا طبعا لما لقيت الألعاب الإلكترونية تعتبر هي الوسيلة الأولى للتسلية للأطفال حتى الكبار والمراهقين كمان ده خصوصا طبعا المراهقين كمان بالظبط. فلما لقيتها تحولت بقى لانتحار وموت وبقى في بعض الالعاب خلال ارتفاع ضغط الدم على الاقل بالظبط. فلقيت ان الدنيا دخلت في سكه تانية مش سكه العاب خالص. خصوصا ان انا لقيت ان دي حرب الجيل الرابع. يعني احنا ممكن الحروب مش قنابل واسلحه لا الحروب احنا بندمر لك بدمر عقل الشباب المشابه ونحط لهم معتقدات معينه لان في بعض الالعاب بتحس على المخدرات وعلى الاباحيه وبتاع يعني بيدولك الافكار اللي هتدمرك وبالراحه هيجولك بالقنابل هو لعبه ومش مش حاجه دايركت مش حاجه القنابل دي كلنا عارفين نتيجتها ايه لكن الحاجات دي عشان كده انا بقولها انها دي السم في العسل. طيب هنحل ازاي؟ انا لقيت بقى ان انا طب انا برضو انا بقول بقى المبادرات دي هي اكيد ليها حلول هي اللي انا مش المبادرات دي بتطلع ازاي؟ يعني الفكره بتنشا ازاي؟ ايوه يعني فكره النهارده انا هعمل مبادره فكره نشاه المبادره بتيجي من ايه؟ يعني انا بفكر طب حلها ايه؟ يعني اول سؤال بقول طب نعمل ايه؟ هو نقعد طول النهار نقول الالعاب الالكترونيه وحشه طب وبعدين؟ لا انا فكرت ان الالعاب الالكترونيه وحشه بس هنحولها حلو ايجابيه بقى. انا قلت احنا ممكن نعمل محتوى لعبه تبقى امنه وتبقى فيها نحط فيها القيم بتاعتنا واخلاقنا وهويتنا ونستعين ان يبقى مثلا لو عملوا حرب او عملوا كده تبقى في الاماكن السياحيه. اللعبه تبقى في الاماكن السياحيه المصريه يعني أنا منها برضو لعبه تعريفيه بالتاريخ البلد انتماء للوطن حتى لو هي انتشرت هتبقى حلوه سياحه بالنسبه لنا تنشيط للسياحه يعني لو راحت اي بلد تانية هيشوفوا معالمنا. انا عاوزه حاجه مننا في نفس الوقت تبقى مش ملل لازم تبقى مشوقه عشان تشدهم. ما انا لو عملت لعبه بايخه هو مش هي يعني مش هيلعبها عاوزه انافس بس مش هيلعبها بالظبط عاوزه انافس بس. وطبعا المبادره دي لما اطلقتها نص الدنيا من جالت نص الدنيا قالت لي انا هتبناها لك على ارض الواقع وهحققها لك. هنعمل خليه عمل بالظبط. خليه العمل دي مكونه من الجرافيك ومن الواحد تربوي وواحد كمان دكتور بحيث ان هو كلهم يقولوا اللعبه ايه امنه دكتور نفسي بالظبط امنه في طيب مشوقه فكل واحد هياخد الزاويه بتاعته بحيث ان احنا نعمل لعبه متكامله تبقى ايجابيه. فده نتمناها بتكسب الالعاب دي بتكسب كويس جدا 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 جدا. فكره ان انتشارها دي في حاجات اسلحه في بعض الالعاب تتباع يعني بيشوف بيبيعوا حاجات سلاح معين بيبيع لا وغير خطورة في صناعات بتبقى قايمه عليها بعد كده الخطوره بقى يعني انا قعدت اقول طب يعني هيقعد مثلا لما ياخد تحدي معين في تحديات في لعبه معينه بتقول لك اصحى بالليل وافتح عيون البوتاجاز وشم الغاز انا في بعض الالعاب كده حاجات دي كانت لعبه واتسحبت من السوق من فتره حاجات غريبه. في لعب كمان بتقول لك بتعمل شات او تتكلم فويس مع اشخاص غرباء يعني الاقي مثلا ابني بيتكلم واحد في حته تانية بمعتقداته بقى في اسرائيل في بثقافه اللي بيجيب لي ده كان انا بخاف من ابني لما يكلم زميله اللي في المدرسه وانا ما اعرفش اهله ومش عارفه اقول ايه ده طب اهله ده كويسين ولا لا شوف بقى بيتكلم من بلد تانية القيم اللي هياخدها من الناس دي حاجات غريبه متوافقه معانا ولا لا طبعا ده ممكن يبقى دي كده حاجات استخباراتيه كمان ممكن يقعد يسالوا على اي معلومات طب ليه انا اسيب الشباب بتوعي حتى فجاه كمان بتبص تلاقي يعني في بعض الالعاب المنتشره دلوقتي مش عايزه اقول اسمائها هم كلهم عارفينها اساسا الشات بيبقى مفتوح او سوري الفويس بيبقى مفتوح والمايكات مفتوحه مامتك وانت قاعد في البيت مسموعه باباك وانت قاعد في البيت مسموع كل الناس بتبقى مسموعه حياتنا بتبقى مستباحه قدام الناس بالظبط وده ما ينفعش وانا اعرف الجهه الثانيه اللي هو بيكلم ابني ده ايه توجهاته طب ما هو بيكلمه ليه
بالظبط. لا ده غير ان هي صحيا كمان كانت بترفع مستوى ضغط الدم هو اللي مات يعني والهرمونات. اه طبعا. فيعني في واحد طفل عنده 14 سنه او 13 في محافظه بورسعيد مات من ببجي. وبرده في الشرقيه ببجي دي لعبه فتره من الفترات هي ما زالت موجوده بالظبط. عشان كده انا في عندي في الائتلاف اطلقت المبادره دي والاولياء الامور كلهم تفاعلوا معايا وعملنا الهاشتاج بتاع ان احنا حتى بنطالب الدوله ان هي تحجب الالعاب دي وما تدخلش، تعتبر جرائم الكترونيه زي ما شالوا لعب قبل كده بالفعل ما بقتش موجوده. وفي بلاد تانية بتعمل كده يعني. انا خلاص عرفت الخطر قدامي. مش معقول هقول اه الخطر قدامي هم يخلي بالهم. طيب لا ما تفنش راسي في الرمل واخد خطوه. انا هعمل بقى اعمل خطوه. فانا اناشد الدوله ان هي تشوف لنا حل في الالعاب دي او يبقى في مراقبه على الالعاب الالكترونيه لان هي سهله الانتشار وممكن يبقى جواها بعض الحاجات الخطر. طيب هل الاباء والامهات ممكن يبقى دورهم ايه لحد ما نحجب ده او لحد ما الدوله تاخد قرار في ده؟ هو دلوقتي في برامج حجب انا ممكن اعملها لابني يعني. في برامج بقى في تطبيقات معينه ما خلوش يعمل لها. اعتقد ده هينفع على ارض الواقع لسن معين. هو لغايه 14 سنه، فوق 14 سنه ما بتقدريش. مش هتقدري. او انت يعني هو الحجب طبعا بتاع الدوله كويس كل حاجه لغايه ما هم يعملوا الخطوه دي. انا بقى اشده من الالعاب، احاول ان انا اخليه يمارس رياضه، احاول تجمعات اسريه اقعد معاه وهو بيلعب بحيث اقول له طب تعالى وريني انت بتعمل ايه، بحيث ان هو ما سيبهوش في لوحده ينفرد باللعب. اعمل له خطوات فترات طويله لوحده. خلينا ناخد صوت تليفوني. استاذه سهام اهلا بيكي. مساء الخير عليكم. مساء النور. اهلا بيكي استاذه سهام. انت بتتكلموا على اول يوم في المدرسه. هو بصراحه اول يوم ده متعب قوي. ليه؟ نبقى لسه واخدين على الاجازه وزي كده. انت طالبه في سنه كام يا سهام؟ انا في سنه تانية ثانوي عام. تمام. عملت ايه؟ رحتي المدرسه النهارده ولا ما رحتيش؟ لا رحنا. طيب احكي لي كده عملت ايه النهارده؟ لبست الكمامه ولا لا؟ اكيد طبعا هم شادين على موضوع الوقايه. تمام. واحنا بنشكر برضو كل الناس اللي هي بتهتم بينا او بصحتنا. لقيتي في التزام يا سهام في المدرسه النهارده من زميلاتك؟ كانوا كلهم لابسين الكمامه وكان في اجراءات النهارده كانت مفعله والدنيا كانت ماشيه معاكوا حلو النهارده، ولا لقيتي برضو في ناس لابسه وناس مش لابسه؟ هو بصراحه اللي بيستهتروا بالموضوع الولاد شويه. الولاد صبيان. طب البنات كويسين يا دكتور خالد كل حلقه. البنات بيخافوا على نفسهم شويه. تمام. نصحه. طب انت ايه رايك في المبادره اللي كنا بنتكلم عنها دلوقتي؟ هي كويسه بس انا بحس ان موضوع الالعاب وزي كده هيشغل اصلا بال الطفل بحاجه وينسى التعليم. وينسى التعليم؟ اكيد. كويس. طب كده كده الالعاب موجوده. طيب الافضل ان احنا نبدلها بالعاب تكون بتنمي عنده ذاكره او بتعرفه حاجات، ولا الافضل ان احنا نلغي الالعاب خالص؟ والله بصراحة يعني تنمي الذاكرة أحسن، بس أنا مش ضامنة. أنا مش ضامناهم يعني الحاجة دي هتشدهم ولا لأ، فإحنا نجرب لو لقيناها كويسة نكمل. أنت شكلك ما بتحبيش تلعبي أصلاً. شكلك ما بتحبيش الألعاب. شكلك مش بتحبي الألعاب يا سهام. لا لا، أصلاً إحنا في منطقة ريفية والألعاب دي عندنا مرفوضة. مرفوضة. مرفوضة تماماً. ماشي أستاذة سهام، أنا بشكرك شكراً جزيلاً وأتمنى لك التوفيق في باقي العام الدراسي. بشكرك شكراً جزيلاً. نرجع مرة تانية الأستاذة داليا. احنا دلوقتي هي سهام كانت بتتكلم في قصة ان الالعاب انها مرفوضة في بعض الاماكن، يعني بتقول انا في منطقة ريفية والاماكن دي رفض تام ان هي تلعب الالعاب دي. بيقدروا يسيطروا على الموضوع ازاي، ولا الموضوع ممكن يبقى على حسب المكان؟ بصراحة. انا عن نفسي انا بحييهم بصراحة. الانترنت او الموبايلات وخصوصا لو بنت كمان بيمنعوها على اساس ان هو ممكن يكون يعني نوع من انواع العيب. هو انا دلوقتي يعني المنع، طب وايجاد البديل يعني صبت. انا دلوقتي الاطفال مظلومين جدا. احنا كان على سننا في اغاني موجهه للاطفال، صفاء ابو السعود وبرامج فؤاد عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس والفوازير بتاعت الاطفال، حاجات حلوه. المسلسلات دلوقتي يا عيني العيال عندي تحس انهم كبار وهم صغيرين. بالظبط.
ما الطفوله بتاعتهم البريئه كده احنا مش حافظناش عليها. لا لا ده في سلاح اخطر دلوقتي على التيك توك. ده كارثه لوحده. ده كارثه. ده عاوز بقى يعني مبادره. نعمل مبادره بقى مبادره التيك توك. لا والله بجد يعني فكره استخدام السوشيال ميديا بالشكل ده بيعمل بلاوي. يعني شوف بنت عندها 13 و14 سنه و12 سنه. لا هو العيب بقى العيب في الاهل على فكره. يعني انا دلوقتي ما فيش حاجه اسمها ان ابني يقعد ينفرد بالانترنت وما اعرفش هو بيعمل ايه. تمام. انا لازم انا هو قاعد على النت الباب بتاعه بيبقى مفتوح ولازم بصفه مستمره انا اشوف هو راحه جايه عليه. طيب عشان يحس ان انا في متابعه ومراقبه. طيب ناخد اتصال تليفون. استاذ ايهاب اهلا بيك. اهلا بيك استاذ ايهاب اتفضل. مساء الخير. مساء النور يا فندم اتفضل. بصراحه بشكر البرنامج بتاعكم وانتوا حاجه كويسه جدا. ميرسي يا استاذ ايهاب. حضرتك ولي امر ولا مدرس؟ لا انا ولي امر. ولي امر. عندك مراحل تعليميه ايه؟ انا عندي سنه ثالثه وسنه رابعه. ثالثه ورابعه ابتدائي. طيب احنا دلوقتي حضرتك وديتهم طبعا المدرسه النهارده ويا ريت تحكي لنا كده النهارده حصل معاهم ايه في اول يوم مدرسه. اجواء اليوم الدراسي. اجواء اليوم الدراسي. اول يوم ده كان يوم السبت. يوم السبت. تمام. النهارده اللي هو سنه ثالثه. كويس. تمام. مدرسه رفعت الطهطاوي. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. يعني نفسي حد يجي من الاداره ويشوف المناظر اللي هناك. مدرسة ايه؟ يعني مدرسة ايه ومكانك فين يا استاذ ايهاب؟ رفاعي الطهطاوي مدرسة دي في الحي الثامن. الحي الثامن؟ مدينة نصر. مفيش الحي الثامن ايه؟ اكتوبر ولا مدينة نصر؟ اكتوبر ولا مدينة نصر؟ مدينة نصر. مدينة نصر. ايه اللي حاصل؟ حضرتك شفت ايه النهارده سلبي او في اول يوم دراسة سلبي وحضرتك يعني عايز تقول عليه؟ الاهالي بتخش مع الاطفال. الاولاد بيتعاملوا بطريقة مش كويسة جدا. تمام. مفيش نظام. حاجه يعني معلش محترم لحضرتك. اللي لو العيل مش هيجي له كورونا لا هيجي له كورونا. تقصد من التزاحم والتدافع بتاع الاهالي ولا من الاطفال نفسها؟ يا فندم انت لو حابه ان انا اصور لك فيديو واخليكي تشوفي المنظر خليكي المنظر. تمام. طيب ممكن حضرتك بس لو في حاجه ممكن تصورها وفي الكنترول هتسيب رقم حضرتك وانا اتواصل معاك تبعت لنا بعض الصور او الفيديو اللي حضرتك صورته بحيث ان احنا نعرضه الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. لا انا وعد مني لو انت عايز بكره انا اصور لك فيديو اوريك المنظر. يا ريت. الناس بتدخل العيال ازاي. يا ريت. وفي رقم على فكره الوزاره اطلقته بيتعاملوا ازاي الشكاوى. رقم على الواتساب. كويس. حضرتك بس سيب لنا رقمك في الكنترول هنتواصل معاك بعد الحلقه. لكن قول لي انت كأب لما شفت الحاجات دي ايه الاجراء اللي انت اخدته؟ عملت ايه؟ الاجراء اللي انا اخدته قلت انا بتكلم مع المدير. المدير هو بصراحه اسمه استاذ ايهاب. تمام. طيب. هو الوحيد اللي في المدرسه. عايز اقول لك يمكن هو اللي شغال فراش هو اللي شغال مدرس هو اللي شغال كل حاجه. المدرسين ما فيش تعليم. قاعد على القهوه الناحيه الثانيه. انا ابني في سنه ثالثه النهارده تيجي تقول له الالف من كوز الذره ما يعرفوش. لما جيت بتكلم قالوا انت اهل عيالك ان هم يتعلموا قرايه وكتابه في بيتك مش في المدرسه. امال انا اجيبهم من المدرسه ليه؟ يعني دي ما يعني شغلتك انت في البيت يا استاذ ايهاب مش شغلتهم هم يعني. طب انا موديهم المدرسه ليه؟ تمام عندك حق. طيب حضرتك دلوقتي قررت انك انت هتكمل ولا في بعض اولياء الامور قالوا احنا مش هنودي الولاد المدرسه تاني اللي كان عندهم بعض السلبيات وشافوها النهارده؟ تنقلي من مدرسه لمدرسه حكوميه انا ظروفي ما تسمحش. لا انا مش قصدي ان حضرتك تنقل من مدرسه لمدرسه تانية. اقصد ان في ناس تقول خلاص بما ان كده كده انا هعلمه في البيت عندي يبقى انا كده خلاص يعني اعلمه في البيت عندي وخلاص يعني ما اروحش المدرسه تاني. قلت له يبقى خلاص انا اعلم ابني صنعه بقى ما علموش الا القرايه والكتابه ويبقى انا ضيعت مستقبله. ومين السبب؟ حضرتك. اكيد طبعا يا استاذ ايهاب. ولما جيت بتكلم فبنديهم دروس خصوصيه. الدرس ب 75 جنيه. طيب انا عندي عيلين. لما انت تيجي تدي كل ماده ب 75 جنيه وهتيجي مره واحده. تمام. الحاجه الثانيه غير خلاف اللي في المدرسه. بالظبط. يعني ده حمل طبعا عليك طبعا انك انت تقدر تربي طفلين بفلوس طبعا ممكن تكون مش في امكان حضرتك يعني. انا ظروفي على قدي. تمام. فانا عشان ادفع لعيل اربع مواد او اربع حصص هو ياخدهم عربي انجليزي حساب
مش عارف مدرس ثاني يقول له لو خدت مع الاستاذ ده هتحصل في المدرسه، الاقي العيال بتيجي حتى نفسيتها متعقده. بالظبط. اعمال السنه. استاذ ايهاب وصلت رسالتك وهتسيب لنا رقم حضرتك في الكنترول، هنتواصل معاك ان شاء الله باذن الله بعد الحلقه ونحاول ان احنا نشوف مين الاداره التعليميه، نحاول نبعت عليها الـ 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 الصور، نحاول استاذ داليا ممكن تساعدنا كمان في الجزئيه دي. النهارده كان في صور نازله في مواقع اخباريه كتير، يعني ده اللي كنت عايزه اسال حضرتك عليه، الاولياء الامور اللي وصلت مش فاهمه ايه اللي عملوه النهارده ده. يعني احنا عايزين نقول التزموا بالاجراءات الاحترازيه كمامه مع الطالب. طب انت يا ولي امر انت جاي، طب انت جاي يعني ليه تعمل حاجات سلبيه هتضر الاطفال دي وابنك واولاد الناس التانية؟ لما انت تتدافع باعداد كبيره كده ومش لابسين كمامه وكله يعني ولا تباعد ولا اي حاجه، طب طبعاً انت كان في جاي تعمل ايه؟ كانت صعبة جدا. صور مش ظريفه جدا. بالنسبه اللي هو بيتكلم على الدروس اللي هي المجموعات التقويه او مجموعات التقويه في المدرسه، بنناشد الوزاره تحاول ان هي فعلا تبقى الاجر بتاعها مش عالي، بحيث ان برضو ما تبقاش حمل تقيل على كاهل. لازم كانت زمان قبل كده بدون تقويه تبقى باجر، بس تبقى باجر شويه يعني معقول، يبقى فيه متناسب يعني مع ما بقاش زي يعني مش متقارب للدرس الخصوصي، يعني ربعه حتى على الاقل. وانا بقول له بس واضح من كلامه ان المدرسه ما بتعلمش الطالب حاجه خالص. ما في مدارس فعلا واخده اللاين ده خالص. التقويه دي قصه، وبنتكلم انه في حاجه اساسيه المفروض تبقى في المدرسه. ما فيش رقابه، احنا بنناشد ان لازم يبقى في رقابه مستمره. طب لو جينا يا استاذه داليا دلوقتي قسمنا الدور الرقابي. طب خلينا ناخد صوت تليفوني. ام ادم اهلا بيكي. نعم اهلا بيكي يا ام ادم اتفضلي. ايوه اهلا بيكي اتفضلي، انت معانا على الهواء. اتفضلي يا ام ادم، حضرتك ولية امر ولا مدرسة؟ لا انا عادي. حضرتك ام الاطفال؟ لا انا معانا ولية امر. ولية امر. عندك أيوة. عندك اطفال قد ايه؟ وفي انهي مراحل تعليمية؟ لسه اول بنت مدخلاها سنة اولى. اولى ابتدائي. تمام. اولى ابتدائي اول مرة تمشي النهاردة يعني. طيب عملت ايه في اول يوم مدرسة يا ام ادم؟ مفيش تعليم. تديني يا ام ادم. هو ممكن بس عشان احنا اول يوم مدرسه النهارده، فممكن يكون لسه الدنيا بتتعرف واولى ابتدائي، فبتبقى الدنيا لسه بتقول انا يا هادي، يعني بيعرفوه على المدرسه عشان ما يبقاش عندها رهبه او ما يبقاش عندها خوف من المدرسه. استاذنك يا ام ادم بس توصل التلفزيون وتسمعيني من التليفون يا ام ادم. قطع الاتصال مع ام ادم. هي الرساله بتاعتها ان هي عايزه تقول انه ما فيش اي نشاط حصل في المدرسه. هو زي ما حضرتك تفضلتي، هو مش من اول يوم يعني، هو ممكن اولى ابتدائي بنحاول انهم نعرف اساميهم، يعرفوا المدرسين بتوعهم، بس نكسر حاجز الخوف. احنا بنطالب بقى ان في ظل الكورونا دي وجود الطالب بيبقى فيه نوع من انواع الريسك، صح؟ نوع من انواع المخاطره. بالظبط. فانت المفروض انا موديه ابني يروح يتعلم. بالظبط. بالظبط. انا مش موديه عشان يقضي وقت ولا ان هو يقعد في البيت بقى. ما هو يقعد في البيت وابقى وعلى الاقل يبقى محمي في البيت. بالظبط. فانا وطالب بقى بالرقابه يعني. في انا مش بقول ان كله عدماء الضمير يعني. لا، كل مهنه فيها كويس وفيها الوحش. فانا بحاول اقول ان طبعا كلهم كويسين وكل حاجه، بس عاوزين رقابه، عاوز اخلي المدرس يلاقي حد فوقه فيبذل اقصى مجهود عنده. طب لو مكسل ما يكسلش. دي رساله. طب لو جينا بقى قسمنا الرساله، بس هناخدها بالتدريج من اول الرساله اللي هتوجهها لوزاره التربيه والتعليم، ثم الاولياء الامور، ثم المدرسين في المدرسه، ثم الطلبه. احنا عايزين نقسمهم كده، وكل واحد لازم تكون ليه رساله موجهه لكل شخص فيهم، هتقول لهم ايه؟ هقول لاولياء الامور الاول ان الحاله اللي لازم احنا نقول ان السنه دي حاله استثنائيه، سنه استثنائيه ووضع كلها استثنائي، محتاج من كل الناس تتعاون، بيت يتعاون، وزاره تتعاون، مدرسه تتعاون. اكيد. فاحنا من منظور ايجابي هنبص ان التعليم لازم هيستمر.
ليه؟ طب خلينا قبل ما نكمل خلينا ناخد اتصال تليفوني. اخد اتصال تليفوني. استاذ عماد اهلا بيك. استاذ عماد راح المدرسه النهارده اول يوم تعليم. اتفضل. ماشي. فبقول عاوزين من الطالب 210. دي مصروفات المدرسه يا استاذ عماد؟ نعم. دي مصروفات المدرسه؟ بقول بتوع المصروفات بتاعت المدرسه. بس في طيب هو بسيط. مصروفات المدرسه 210 مظبوط كده؟ بيقولوا 210. تمام ماشي. فانا يعني راجل غلبان على قد حالي فبنقول لهم سلموهم ماشي ومش عارف ايه. فبقول لك لا مش مسلمينهم. لا انا ما تدفع الفلوس دي ومعناها كويس. ثواني بس. امكانيه المدرسه في ان هي تقسط المبلغ ده ويدفع على اكتر من مره. اه كويس. على فكره ما فيش ربط بين المصروف واستلام الكتب. لو حد ما سلموش الكتب يتوجه برضو بالشكوى للرقم بتاع الواتساب ده ان ما فيش الزام بين المصروفات والكتب. الكتب بتسلم حتى لو مش دافع مصروفات. اتكلم عن المدارس الحكوميه اللي هي الكتب الوزاريه. كويس. طيب كده الاستاذ عماد. استاذ داليا بتقول لحضرتك انه حتى لو المصروفات الحكوميه ما اتدفعتش، المصروفات الدراسيه ما اتدفعتش، بيتم استلام الكتب وبتتعامل بتاخد كل الحقوق للطفل. اه وبعد كده تشتكي. استاذ عماد معانا؟ استاذ عماد بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. والاستاذه داليا هيجاوب حضرتك. اتفضلي. هو في امكانيه تقسيط، يعني الوزاره عملت امكانيه التقسيط للمدارس الحكوميه وعملت برضو ما فيش ربط بين استلام الكتاب والمصروفات. فهو لو ربطوها لازم يشتكي. لو ربطوها لازم يشتكي. وفي رقم بس للشكاوى. رقم يعني الشكاوى الخاص ب انا حطها على الجروب بتاعي. يعني الخاص بالوزاره. والناس ممكن كمان تدخل على جروب مؤسسه جروب ائتلاف اولياء امور مصر ويقدروا ان هم حتى كمان يعملوا تواصلوا بالرقم. عامله لهم كل حاجه بتحصل، كل خبر للتعليم او اي قرار الوزاره بتنزله. عشان هم يبقوا ابديت بكل حاجه. لو رجعنا بقى للنصايح او اولياء الامور التوجيهات. عاوزه بقى النظره الايجابيه للموضوع. احنا دلوقتي مش عارفين جائحه كورونا دي هتستمر لغايه امتى بالظبط، ومش عارفين المصل هيطلع امتى. فاحنا العمليه التعليميه لازم تستمر. مش معقول هنقعد ولادنا سنه من غير تعليم مثلا، او مش عارفين امتى هتنسى كل حاجه. فاستكمالا بقى للعمليه التعليميه، في ادوات الوزاره موفراها لينا، في ادوات مجانيه وانا شايفاها ان القنوات التعليميه النهارده فتحتها كانت فعلا ظريفه جدا. وحاولوا يستعينوا بالعنصر الشبابي اللي هو تبقى يعني كعامل جذب او ان هو يتفاعلوا مع الطلبه. بالظبط. في اطلقوا قناه اسمها مدرستنا من سنه رابعه لثالثه اعدادي. موجودة على اليوتيوب. موجودة على التلفزيون. على التلفزيون. وفي قناة المرحلة السنوية فممكن يستعينوا بيها. ففي أدوات موفراها اللي هي المنصات المختلفة، بنك المعرفة، وفي منصات إلكترونية برضو في مجانية، وفي منصات بفلوس. أنا يعني بناشد الوزارة كمان إن حتى اللي هتبقى بفلوس تبقى بفلوس رمزية تناسب الجميع. فأنت حاولي بقى أنت بقى تشجعي ابنك، تقولي له تعالى أدي الجدول بتاع البرامج التعليمية أهي، وفي إعادات ليها يعني في أكتر من إعادة. فتعالى اسمع الدرس وأحاول إن أنا يعني أشجعه ما أعملوش إحباط. بالظبط. وأنا يعني أتمنى بقى إن في إعداد للبيت طالما احنا دخلنا على التعليم الهجين ده اللي هو اونلاين وحضور عدد كويس من في تهيئه للبيت. عشان بس وقت الحلقه. التهيئه للبيت ان انت اكنه هو لو قعد في البيت وبدراسه اونلاين لازم تخليه يبقى ملتزم ان هو القنوات التعليميه ومرقبة. يفتحها في المواعيد بتاعتها. لو في حصص اللي هي افتراضيه في المدارس يحضرها. وقعديه في مكان لوحده كده، اضاءه كويسه، تهويه كويسه، هيقي الجو. الاستذكار ده برضو يبقى يشوف البرامج التعليميه الصبح. ليه؟ لان نسبه التركيز اعلى. التركيز بتبقى اعلى الصبح. انا بقى ده بالنسبه لاولياء الامور. بالنسبه لل
للطلبه أيوة. انا اسمعوا كلام سريعا ان شاء الله السنه دي هتمر بسلام وامان، بس انتوا التزموا بالاجراءات الاحترازيه ان شاء الله اللي المدرسه حطاها، وحاولوا ان انتوا تستفيدوا بالادوات المتاحه ليكوا، لان دي سنه استثنائيه لغايه ما يطلع نرجع بقى للتعليم اللي هو محوره المعلم. اتمنى اكمل الحلقه ولكن وقت حلقتنا انتهى. دكتوره ايمان، وقت الحلقه للاسف انتهى. وقت حلقتنا كالعاده جري بينا بسرعه. بحب اشكر الاستاذه داليا الحزاوي مؤسسه جروب ائتلاف اولياء امور مصر، كنت منورانا النهارده يا فندم. الى ان نلقاكم في الاسبوع لا في بكره بقى ان شاء الله باذن الله، عندنا حلقه نسينا بكره ان شاء الله باذن الله جديده من برنامجكم برنامج تواصل. ان شاء الله حد اشوفكم بكره، لكم مني كل التحيه والتقدير. انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.